السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى تجاربنا، وهي تجربة الدائرة الكهربائية البسيطة. الهدف من التجربة التعرف على كيفية عمل الدائرة الكهربائية البسيطة وأدواتها. أولا فلنبدأ بالأدوات، وهي بطارية ولا قطبان، موجب وسالب وقاطعة، ولكي نفتح ونغلق الدائرة، ومصباح، وسيضيء في آخر تجربتنا إن شاء الله تعالى، وأسلاك لكي نوصل الدائرة الكهربائية ببعضها البعض. والآن فلنبدأ بالخطوات، وهي نحضر البطارية ونحضر السلكين ونوصل أحدهما ونوصل أحد أطراف السلكين بالقطب الموجب والآخر بالقطب السالب كما ترون، ثم نوصل أحد الأطراف بالمصباح والآخر بالقاطعة. هل أضاء المصباح؟ لا، لم يضئ، لأن الدائرة الكهربائية مفتوحة. وماذا ينقصنا هنا؟ ينقصنا سلك واحد، وها هو، وسنوصل طرفا من الأطراف بالمصباح والطرف الآخر بالبطارية كما ترون. هل أضاء المصباح؟ لا، لم يضئ، لأن الدائرة الكهربائية مفتوحة. والآن كما ترون سنغلق الدائرة الكهربائية. هل أضاء المصباح؟ نعم أضاء، لأن الدائرة الكهربائية مغلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في تجربة أخرى.